ومعنا على الهاتف الآن السيدة إيناس حمدان المتحدثة باسم وكالة الأونروا. يعني اليوم كان هناك تصريح للمتحدث باسم الأونروا عن الحالة المدرية فيما يحدث في غزة وعدم استطاعة وكالة الأونروا أن يعني القيام بمهام واحتياجات سكان القطاع. إلى أي مدى وصل الحال الآن؟ مساء الخير وتحياتي لك. بالتأكيد يعني الظروف صعبة للغاية وكارثية في معظم الأماكن في قطاع غزة. نحن نتحدث عن استمرار لموجات النزوح من مدينة رفح تحديدا، المناطق الشرقية وبعض المناطق الأخرى من مدينة رفح. آخر الإحصائيات تتحدث عن 800,000 نازح حاولوا الفرار من هذه المدينة باتجاه أماكن أخرى يظنون أنها آمنة، مثلا خان يونس أو مناطق غربي خان يونس، منطقة المواصي ما يعرف بمنطقة المواصي، أو الأماكن الوسطى من قطاع غزة، وهي سواء المناطق الوسطى أو مناطق خان يونس وغربي خان يونس هي أماكن مكتظة جدا بالسكان. ونحن نتحدث أيضا عن محدودية كبيرة، محدودية في الموارد والإمدادات والمساعدات، كون المعابر معبري رفح وكرمال بن سالم مغلقان منذ أكثر من تقريبا 10 أيام، وبالتالي ما يدخل من مساعدات لا يكاد يكفي الحاجات الضرورية التي نتحدث عنها، أعدادها مهولة. يطلب منهم النزوح أكثر من مرة، وبالتالي تظهر مع هذه الرحلات الأخرى للنزوح احتياجات أساسية من غذاء ومن ماء ومن دواء. صحيح أننا لا نزال ندير منشآتنا أو ما تبقى من منشآتنا في مناطق الوسط والجنوب، مثلا ندير 6 مراكز صحية، ندير مراكز إيواء يحتمي بها قرابة 1 مليون نازح، ولكن المخزون سواء الغذائي أو مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية آخذ بالنفاذ. وما لم تفتح هذه المعابر بشكل منتظم ويسمح بتدفق المساعدات بدون قيود، نحن أمام كارثة فعلا حقيقية. نعم، يعني كما ذكر من قبل في تصريح أيضا للأونروا أن غزة لم يعد فيها أماكن آمنة، يعني تتحدثين عن أن النازحين ينتقلون من مكان إلى آخر، ولكن الآن يعني ليس هناك مكان آمن ممكن أن يذهبوا إليه. بالتأكيد هذه نقطة تضيف إلى المآسي التي نتحدث عنها. لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، وأكدت الأونروا مرارا وتكرارا على هذه النقطة، لا يوجد شخص آمن مع الأسف الشديد. يعني سمعنا عن أحد الزملاء كان منذ أيام في رفح وطلب منه النزوح مثل باقي السكان إلى مناطق الوسطى مثلا، ومع الأسف الشديد قتل في المنطقة الوسطى. يعني هذه الأماكن التي قيل أنها آمنة، الحقيقة المرة أنه لا يوجد مكان آمن. الحرب مستمرة منذ أشهر، الغارات عنيفة لا تطال أغلب الأماكن، يعني حتى أنه العاملين في المجال الإنساني طالهم هذا القصف. يعني تحدثنا مسبقا عن مقتل 7 من عمال منظمة المطبخ المركزي، الأسبوع الماضي كان أيضا موظف آخر للأمم المتحدة قتل في يعني حوادث مشابهة. نحن في العمر وفقدنا حتى هذه اللحظة 189 موظف أو موظفة كانوا معظمهم يقومون بالمهام الإنسانية. لا يوجد مكان آمن، لا يوجد شخص آمن مع الأسف الشديد في قطاع غزة. حتى أن منشآتنا تضررت بشكل كبير، يعني حسب الإحصائيات نحن نتحدث عن أكثر من 169 منشأة دمرت بشكل كامل أو جزئي. نعم، كان هناك حديث أيضا لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن محاولات إسرائيل المستمرة لاغتيال، كما قال في تعبيره، اغتيال الأونروا سياسيا. إلى أي مدى تتمسكون بالقيام بمهامكم في قطاع غزة؟ الأونروا بالتأكيد متمسكة بتقديم هذه المهام الإنسانية، هذه هي المهام الأساسية للأونروا كونها أكبر منظمة أمم متحدة تدير الاستجابة الإنسانية في غزة وفي باقي مناطق العمليات. يعني رغم التحديات، رغم التضييقات التي تمارس على مستوى الموظفين أو على ضرر المنشآت مثلا، أو حتى على
صعيد التمويل والحملات التي يتم إطلاقها من حين إلى آخر بخصوص الأونروا، ويعني لا نزال موجودون في مناطق العمليات حتى في أصعب الظروف في قطاع غزة في مدينة رفح، لا نزال ندير باقي المنشآت ونحاول تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات، توزيع ما يمكن توزيعه من المساعدات. يعني بمعنى آخر الأونروا متمسكة بالمهمة الإنسانية المنوطة بها، هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية، هي بمثابة طوق النجاة للاجئين الفلسطينيين سواء في قطاع غزة وفي باقي مناطق العمليات. نعم، إذا أردنا أن نضع المشاهد وأصحاب القرار في أكثر في الصورة، أي من الأشياء اللوجستية التي تعانون بشدة من نقصها؟ الإمدادات الإغاثية بشكل عام، استمرار إغلاق المنافذ البرية في الجنوب، الوقود مثلا، يعني ذكر آخر تقرير للأونروا بأنه في 11 من مايو مثلا دخل فقط 120 ألف لتر وقود، وهذه لا تكاد تكفي مطلقا لاستكمال العمليات التي نقوم بها. يعني نحن نحتاج الوقود لكل تقريبا العمليات التي نديرها، نحتاجها لإدارة مراكزنا الصحية، الإبقاء على مراكز الإيواء مفتوحة، نحتاج لمحطات التحلية، نقل الموظفين من مكان لآخر أيضا نقل، والأهم من ذلك نقل المساعدات الإغاثية سواء من دواء أو ماء أو من غذاء من مكان إلى آخر. كل هذا لا يمكن القيام به بدون وجود يعني تدفق كافي للوقود الذي يدخل للأونروا، والوقود عنصر أساسي ومهم، بدون الوقود لا نستطيع فعلا استكمال العمليات ببساطة، لا نستطيع تحريك المركبات أو حتى السيارات التابعة للأونروا. نعم، السيدة إيناس حمدان المتحدثة باسم وكالة الأونروا كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.